اختتمت بتعز أعمال المؤتمر الدولي المساءلة الإعلامية والمجتمعية لمناهضة قضايا الفساد، والذي نظم بالتعاون بين جامعة تعز وجامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية. تفاصيل في تقرير الزميل نائم خالد. اختتم في جامعة تعز المؤتمر الدولي المساءلة الإعلامية والمجتمعية في مناهضة الفساد تحت شعار مناهضة الفساد مسؤوليتنا جميعا. تنظمها المفوضية للتنمية والحقوق والمنظمة اليمنية للسلم الدائم بالشراكة مع كلية الآداب قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز وكلية الآداب شعبة العلوم والإعلام والتواصل جامعة محمد الخامس المغرب. تقيم المفوضية للتنمية والحقوق أيضا بالشراكة مع قسمي الإعلام وعلوم الاتصال في جامعة تعز وأيضا في جامعة السلطان محمد الخامس في المملكة المغربية، المؤتمر الدولي للمساءلة الإعلامية والمجتمعية في مناهضة الفساد في محافظة تعز، كنوع من إعادة الإعلام ووسائله ومنظمات المجتمع المدني إلى المشهد الذي يقوم على مبدأ المساءلة والكشف عن قضايا الفساد وتتبعها على المستوى الإداري والمالي وأيضا الفساد القيامي في زمن الحرب والحصار. المؤتمر حاز على العديد من الأوراق الأكاديمية المهمة حول الصحافة الاستقصائية مع تعزيز الشفافية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ومنظماتيا مع دور المجتمع المدني في مواجهة الفساد. طبعا المساءلة في الجانب الإعلامي هي أعلى قيم النزاهة، أعلى قيم النزاهة ليست عملية فوضى أن كل شخص يأخذ قلمه أو يدخل إلى صفحة في التواصل الاجتماعي ويبدأ بتوجيه النقد إلى فلان أو زعطان من الناس. المساءلة تعني استحضار القوانين، ما هي المادة القانونية التي تمت مخالفتها من قبل هذا المسؤول أو ذاك، لماذا تمت مخالفتها، وربما أيضا أن تعرف رأي هذا المسؤول الذي ارتكب المخالفة لماذا ارتكبها، ربما يكون هناك حتى قصور في الجانب القانون هذا ويحتاج القانون إلى تعديل. مؤتمر دولي يقام في محافظة تعز عن المساءلة الإعلامية، هذا جزء لا يتجزأ من إصلاح الإعوجاج في القوانين ومساراتها. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.